كمل. oxidation of fatty acid occurs in mitochondria. عملية الأكسدة للفاتي أسيد وين تصير؟ تصير بالميتوكوندريا. بيقول لي إنه الفاتي أسيد راح تنتقل إلى ال blood, transports into the blood as a free fatty acid. يعني الدهون مالتي راح تنتقل إلى الدم على شكل شيء اسمه FFA. حفظوا الاختصار, FFA يعني دهون حرة. هذه الدهون الحرة لها اسم ثاني اللي هو الـ UFA. فخاف يجيب لي MCQ إنه الـ FFA اللي هي الدهون الحرة الـ free fatty acid also called UFA اللي هي الـ unesterified fatty acid, أو لها هذا الاختصار الثاني اللي هو NEFA اللي هي non-esterified fatty acid. شوفوا, فالدهون الحرة لها اسمين, اسمين بإضافة إلى اسم الدهون الحرة اللي هي الدهون شلون أصف لكم, الغير مؤسترة أو النون استرفايد, هي نفسها الغير مؤسترة لكن بطريقة لغوية أخرى. أوكي, فهي الدهون الحرة هي عبارة عن دهون غير مؤسترة. أوكي, لها ثلاث اختصارات FFA, أوكي, UFA, ذكروا United States, أنا هيك أحفظها United States هي الولايات المتحدة الأمريكية, أربطها. أوكي, وهاي نيفي, احفظها بالطريقة هاي. الاختصارات هسه صارت عندكم بعض, هي ثلاثة, فوفا اول وحدة واليونايتد ستيت ونيفيا. اوكي, احفظوها بالطريقة, هذه هي الدهون الحرة. اوكي زين, فاتي اسيد دار ان استر ان استرفات ستي, يقول لي انه هي هاي الدهون بحالة غير مؤسترة, وين موجودة؟ بالبلازما. زين, بالاضافة الى انه هذه الدهون الحرة شبيهة بالبلازما, يعني شنو هي البلازما؟ اكو ناس لحد هسه مرات اسئله ما تعرف شنو البلازما. باعوا هسه هذا, تخيل تست تيوب انبوبه هاي بالمختبر, حاطه بها عينه دم. الدم من شنو يتكون؟ يتكون